ساعة إدراك وتفسير الغموض ودي اللي هي في المادة العلمية الصعبة بيبقى فيها بعض الغموض من فائدتي أنا كمصمم إنفوجرافيك أو أنا هشتغل على الانفوجرافيك لازم أفسر الحاجات دي أو أوصله ساعات أنا ممكن أعمل الانفوجرافيك يبقى فيه غموض بس في آخر الانفوجرافيك فيه تفصيل لهذا الغموض يعني أنا أقدر ألعب على الحتة دي وأنا بصمم الإنفوجرافيك للطالب عشان أقدر أجذب الطالب ليا معايا كده؟ اخلي الطالب منجذب ليا ومصحصح معايا في الانفوجرافيك وهو بيقرا حطيت له في بعض الايقونات غموض شويه بس عايزه لعب بقى وفن وبعد ما حطيت له الغموض ده بدا ينزل شويه بشويه وهو بيقرا الانفوجرافيك بيحصل له ايه؟ بيبدا يوصل للتفسير بتاعه ويفهم الايه؟ النقطه دي فدي نقطه مهمه جدا جدا فيها اللي هي مهاره ادراك وتفسير الغموض. اخر مهاره عندي ودي المهاره الخامسه اللي بتلم كل ده اللي لازم في نهايه الانفوجرافيك يبقى في استخلاص معنى وصلت رساله مسج وده اللي بيلعبوا فيه في التسويق هو بيوصل لك في الاخر الرساله ايه؟ اللي انت هتروح تشتري المنتج انا بوصل الرساله ده اللي الطالب فهم الماده دي اللي الطالب اثرت في سهوله في سلوكه اثرت في مهاراته نميه مهاراته فده استخلاص المعنى ودي احسن حاجه عشان كده يقولك ايه المعلم الفلاني ده محبوب بين الطلبه وبيفهموا منه بسرعه علشان بيقدر ينظم بالثلاث الاربع مهارات دول لحد ما يوصل للمهاره الخامسه دي اللي هم يستخلصوا معنى يفهموا عكس لما تخش مثلا تروح تحضر مع بيج نيم اسم كبير جدا جدا في عالم التدريب وتيجي تخرج من الورشه تقول انا ما فهمتش حاجه عشان ما وصلكش المره الاخيره اللي هي ايه في استخلاص معنى من من الورشه انت وصلت خلاص عشان كده لما حد يجي يتكلم معاك مثلا ايه انت مش فاهم انه تقول له طب والخلاصه ايه الزبده انت عايز توصل لي ايه الطالب عنده دلوقتي نفس الفكره انت عايز توصلنا ايه فالانفوجرافيك انا ممكن احط ايكون وصور بس التوه جواه ما يبقاش فيه معنى. ما معلومه ما أو اي حاجه نستفيد منها. فدي نقطة مهمة جدا جدا ودول الخمس مهارات عندي، الخمس مهارات دول لازم تحط نفسك فيهم، هم جواك، علشان كده لازم التصميم وانت بتشتغل عليه تبص عليه. المهارات دي بتشتغل عند الطالب ولا في مهارات واقعة؟ لو في مهارات واقعة بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا المعلومة بتبقى منقوصة. ورجعنا تاني لنفس المشكله ما حلناش رجعنا تاني للماده مش مفهومه وهكذا تمام اول حاجه عندي ودي كل الناس بتبدا فيها مصطلح الانفوجرافيك هو ايه وخلونا نحلل المصطلح ده مع بعض نقطه نقطه عشان يهمني جدا جدا لو فهمنا المصطلح ده هتفهم انطلاق الانفوجرافيك ازاي مصطلح الانفوجرافيك هو فن تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقده لو جينا حطينا ايدينا على فن تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم وشلنا المعقده ما ينفعش لازم تكون المفاهيم والمعلومات دي معقده او تكون صعبه الفهم او كثيره وعايز تبسطها خلاص لو هي بسيطه ومفهومه مش محتاج تفهمها في حاجه وعشان كده لو جينا قارنا بين شبكات التواصل الاجتماعي انجحهم شبكه تواصلا في المملكه العربيه السعوديه تويتر ليه عشان ما حرف والمواطن السعودي الناس ما تزعلش مني ما عندوش وقت ومش وقت هو ما عندوش خلق يكتب حاجه كتير عكس المواطن المصري احنا ناجحين الفيسبوك عندنا عشان بنحب السواليف خلاص ب... <applause> اما السعودي سرعه سرعه صديق ما بيحبش الا ايه الاخر صح ده عشان كده دي الشبكه نجح هنا ونجح هنا وهي دي النقطه بتاعتي اللي بلعب عليها في الانفوجرافيك الانفوجرافيك بلعب على النقطه دي النجاح بتاعي اللي انا عندي معلومات معقده ببدا احولها احولها لايه لصور ورسوم يمكن فهمها واستيعابها ده الجزء الثاني يبقى انا عندي المعلومات حولتها لصور ورسوم يمكن استيعابها وفهمها ما ينفعش ان انا احط صور ملطوعه زي ما قلت في البدايه معظم الانفوجرافيك تلاقيك تقعد تبص عليه طب انت عايز ايه منه اللي رافع الانفوجرافيك ده انت مش فاهم عايز يوصل ليه. ليه؟ هو حاطط مجموعه صور بس الصعوبه اللي انا مش قادر افهمها. خلاص؟ فدي نقطه مهمه جدا جدا، يبقى فن تحويل المعلومات المعقده الى صور ورسوم يمكن فهمها. طبعا هتلاقوا مسميات كتير للانفوجرافيك، في ناس بتسميه الانفوجرافيكس، وفي ناس بتسميه البيانات التصوريه والتصاميم المعلوماتيه. ودي علشان الناس اللي بتشتغل في الابحاث. لو حد بيعمل ابحاث لازم تعمل سيرش عشان يطلع لك كل حاجه تحت هذا المسمى تمام فدي نقطه مهمه جدا جدا خاصه بالمسميات بتاعه الانفوجرافيك انواع الانفوجرافيك وانواع الانفوجرافيك دي هديكم مثال واضح دلوقتي انا عندي انفوجرافيك ثابت وانفوجرافيك متحرك الانفوجرافيك الثابت اللي هو مطبوع بتبقى على مطبوع ممكن يبقى مطبوع او ممكن يبقى بتنشره على الانترنت حاجه ثابته قدامك وفي الحاجه الانفوجرافيك المتحرك وده مقسوم لجزئين وهخليكم تشوفوه دلوقتي معايا. هديكم مثال بس في الجزئيه دي. هوريك الانفوجرافيك الثابت والانفوجرافيك المتحرك بحيث ان الناس تبقى مستوعباه. طبعا هتلاقوا اشكال مختلفه هنا، انا حبيت اعرض حاجات مختلفه ده انفوجرافيك ثابت زي ما انتم شايفين كده معتمد حاجه اسمها التدوين في العالم العربي وبيوريك بقى التدوين النساء واخده قد ايه الذكور في التدوين واخدين قد ايه هتلاقي هنا في تفاصيل خليني اكبره لكم تشوفوه اكتر هتلاقي هنا مثلا يقول لك 30% تدوين دين الرياضه 19% فن كذا ومديك كل تفاصيل والدول كمان بشكل انفوجرافيك مهم زي ما انتم شايفين كده خلاص فدي نقطة مهمة جدا جدا فيها، خليني أوريكم في انفوجرافيك ثابت تاني بيقول لك ده ما يحدث في الدقيقة. خلاص؟ الواحدة بيحدث في الدقيقة الواحدة إيه؟ كم شخص بيولد؟ كم شخص بيتزوج؟ كم شخص آه يطلق؟ آه عدد نبضات القلب وهكذا في شكل انفوجرافيك. الحاجات دي هنفتحها تاني علشان هننقدها مع بعض، علشان في بعض الحاجات فيها خطأ، وأوريكم الناس مش ناجحة إزاي. في هنا آه بيتكلم عن الأعداد القرآنية. ازاي اللي فيها الاجزاء كم جزء والاحزاب كام حزب والايات وهكذا كل دي اشكال انفوجرافيك من على الانترنت ماشي سوء الاشهار في المغرب دي برضو حاجات كده خاصه بيهم ده مثلا انفوجرافيك بسيط كده ازاي تصمم تصميم ناجح بيوريها لك على شكل المطبخ او شكل الاكله تخطيط مكونات طازجه ادوات صحيه لمسه ابداع على نار هاديه فهتلاقيك اللي انت بتوصل لك المعلومه بشكل بسيط، وفي حاجات كتير جدا جدا للانفوجرافيك الثابت جميله اكتر من كده كمان، بس دي كمثال كده. خلاص؟ الانفوجرافيك المتحرك مقسوم لجزئين، انفوجرافيك متحرك خلونا نفتحه كده مع بعض وتتفرجوا عليه، بيبقى عباره عن فيديو لايف متصور، والفيديو لايف ده محطوط على الفيديو بعض التوضيحات الخاصه بالانفوجرافيك شايفين ده؟ ده فيديو لايف زي ما انتم شايفين معمول له سيناريو معين، السيناريو ده محطوط اللي الناس بتمثل موقف ما وانت بتركب عليهم الراجل بتاع الجرافيك بيركب عليه بعض الحاجات تمام كده؟ هو بيركب هنا بيقول لك هنا يعني شرح الفيديو ده بيقول لك عدد استعمال السيارات قد ايه؟ ولما نستعمل الباص هيوفر معانا قد ايه في الوصول؟ وبدا يشرح ده عن طريق الناس اللي لابسين احمر واللي لابسين اللي لابسين احمر ده يمثلوا القار او العربيه والاصفر ده يمثل الباص طب لو الناس اللي كل واحد بيسوق عربيته الصبح ويروح بيها الشغل بتاعه شفت هم ممثلينه حتى على الانفوجرافيك لما يقلع الاحمر ويتحول لاصفر يعني يركب الباص هتوفر قد ايه زحمه هتوفر الترافيك قد ايه والحاجات دي كلها بصوا بقى هيتحولوا دلوقتي بقول لك بص انت بتاخد قد ايه ممكن تاخد في حدود ساعتين 72 ساعه يعني تاخد وقت كتير جدا الناس بدات يقول لك بقى لا هتتحول تلبس باص الاخضر ده يمثل السيكل العجله وري لك اللي انتوفر قد ايه كام واحد وهكذا فده عامل انفوجرافيك لايف صور اللي هو مصور فيديو معين وده احنا ممكن نشتغل عليه في التعليم ده في الشق الثاني بقى طبعا هو الورشه مش هتسعفنا نتكلم عليه ان شاء الله في ورش اخرى باذن الله اللي ازاي تقدر تعمل انفوجرافيك متحرك للطالب خلاص وتوصل نفس الفكره يبقى في فيديو لايف طلبه مصوره فيه ومع ذلك انت بتركب عليه حاجات فدي حاجه معينه زي ما انتم شايفين وفي انفوجرافيك آه كله انيميشن كله شغل بالايد زي الحاجات دي مثلا ده اعلان خلينا نعيده من الاول ده اعلان لقطر 2014 مثلا عن الكهرباء بتنتج قد ايه كام وات ومن الطاقة الشمسية هتنتج قد إيه؟ بتوصل لك اللي ممكن من الطاقة الشمسية كمشروع للطاقة الشمسية ينتج قد إيه؟ خلينا نعيده تاني وأعيد لكم واحد تاني يعني قوي جدا أحلى من ده كمان. خلاص؟ بيوصل لك البتاع ما كملش دقيقة أو دقيقة ونص، خلاص؟ بس وصل لك المعلومة اللي أنا عايز أوصلها لك، بس كل ده أنيميشن بشغلك بإيدك، خلاص؟ وأقول لكم البرامج اللي بنشتغل عليها إزاي. تاني مثال عندي، المثال اللي هو برضه متحرك زي ما انتم شايفين كده ده موقع ذكر عامل للشخص مننا ازاي يقدر يعمل حاجات كتير خلاص كحسنات وعامله في شكل انفوجرافيك بسيط جدا جدا فالمعلومه توصل اكتر ما اديها لك تقراه او تسمعها في خطبه هو رابط الاثنين سمعي بصري شعوري عشان انت عايز تاخد حسنات تمام كده كل الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده حاجات يعني حاجات بسيطة جدا جدا بس وصلت معلومة لو استثمرناها في التعليم بقى لو استثمرناها في التسويق هتلاقي ناجحة جدا جدا فده زي ما حضراتكم شايفين كده ده المثال اللي هي في الأنواع أنواع الانفوجرافيك الثابت وأنواع الانفوجرافيك المتحرك اللي بتفيدنا اللي مش في التعليم بس في كل الأنشطة هنتكلم دلوقتي على بعض المصادر اللي بتساعدني على إيجاد البيانات بس دي احنا بنتكلم عليها لو أنا بعمل انفوجرافيك بفكرة من عندي مش من درس. فكده كده انا عندي مصادر البيانات متوفره عندي وموثقه. خلاص؟ انا بعمل درس معين، الدرس اللي انا بعمله ده عندي الكتاب المدرسي فيه، عندي مراجع، عندي الحاجات دي كلها. بس دي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بتديك احصائيات، عداد عالمي جوجل داتا واحصائيات عربيه. الحاجات دي بتدي احصائيات لحاجات، بس زي ما احنا بنتكلم، احنا الانفوجرافيك اللي بنتكلم فيه هنا تعليمي. فبيديني حاجات تعليميه، حاجات تثقيفيه. خلاص؟ أنا الإنفوجرافيك مقسمه لحاجات كتير، للإعلام الرقمي ليه تخصص عشان بنتكلم في حاجات إعلامية، للإعلام الاقتصادي ليه تخصص، للتعليم ليه تخصص. فعلشان كده الحاجات دي بتفيد كل الناس. بس المصادر دي بتفيدني أنا كمدرس أنا عندي المادة مجهزة فقطعت صوت كام؟ جامد كبير جدا جدا. تمام؟ تاني نقطة عندي اللي هي دي بعض الحاجات اللي بتساعدني بالخرايط والرسوم والأشكال البيانية. والمخططات والأشكال البيانية. احنا مع بعض هندور عليها هنبحث عليها مع بعض وعندي برامج بتديك بعض الملفات الجاهزة تقدر تفتح منها وتاخد الاشكال همدكوا بيها بس الناس بكرة توفر لي بس كده هارد كبير بس خلاص وهمدكوا بكل الحاجات دي وهفتحها قدامكم هتعمل معاها اللي ازاي اخد اشكال تكون موجودة جاهزة واستثمرها في اللي احنا هنشتغل عليه فدي نقطة مهمة جدا جدا المواقع دي مجانية في بعض الحاجات بفلوس. يعني بعض الحاجات هتلاقي بفلوس، بعض الخرائط بيقول لك لازم تدفع. خلاص؟ وفي حاجات انا بوفرها لك برضه اقول لك ازاي تجيبها وازاي تعمل سيرش عليها. في بعض المواقع بتقدم لي ايكون مجاني تقدر تنزل من عليها حاجات، في بعض الملفات حاجة اسمها فيكتور والفيكتور ده بينزل لك اشكال جاهزة على الفيكتور، تقدر تفتحها وتاخدها. في يعني كذا طريقة هديها لك إن شاء الله بإذن الله تعالى. تمام؟ دي البرامج او اشهر برامج بنشتغل عليها في الانفوجرافيك انا عندي الانفوجرافيك الثابت بشتغل عليه في الفوتوشوب والالستريتور طبعا افضلهم الالستريتور بس الالستريتور مشكلته محتاج احتراف اكتر فلما تفهم على الفوتوشوب هتقدر تشتغل ان شاء الله باذن الله على الالستريتور بايه بقوه لو انا بشتغل برامج متحركه انيميشن يعني بنشتغل على الافتر افكت والموشن الموشن بنشتغل عليه على الابل بس والافتر افكت بشتغل على الاثنين وفي برنامج خامس ليهم اللي هو الفلاش، فلاش بقدر اعمل عليه انفوجرافيك بسيطة بحيث لو أنا عايز أرفعها على الإنترنت بتبقى الحجم بتاعها أقل من البرنامجين دول، البرنامجين دول بيعتمدوا أكتر على الفيديو لو هتعرضها في برزنتيشن أو على أسطوانة لو أنت بتعمل فيها شغل كتير أنيميشن بتبقى فيها صعوبة جدا جدا على الإنترنت وكده، فدي نقطة مهمة جدا. نصائح حامة ودي مهمة جدا جدا علشان اقدر اعمل تصميم انفوجرافيك كويس وجيد اول نقطة عندي لازم اركز على موضوع واحد في الانفوجرافيك انا عندي حماس وعايز اعمل كذا موضوع مفيش مشكلة اعمله سلسلة خلاص اعمل اول انفوجرافيك نمبر 1 تو ثري انا عندي دروس مقسمة على كذا انفوجرافيك كذا تصميم علشان الطالب يستوعب موضوع واحد احنا نفسنا لما تيجي تتفرج على اه انفوجرافيك او مشهد او حاجه ما بتستبعيش الا موضوع واحد ما ينفعش ادخل لك كذا موضوع ايه فيها فلازم اركز على موضوع واحد اختيار بيانات يسهل تمثيلها بصريا البيانات اللي موجوده هل لها ايقونات مقابل ليها ولا لا ودي احنا هنشتغل عليها مع بعض دلوقتي او في السيشن بعد البريك ان شاء الله اللي انا البيانات دي هحللها حتى التي لا يسهل تمثيلها بصريا هعمل لها تحليل علشان يسهل تمثيلها بصريا لازم اعمل لها تحليل بيانات بعمل تحليل للبيانات والمعلومات دي علشان اقدر اوصلها اللي هي يسهل ليها ايه بصريا بختار عنوان ملفت وعنوان ملفت ازاي العنوان اول حاجه في نجاح الانفوجرافيك اللي هو بيجذب لي اول ما تشوف كده مثلا ايه راتبين خلاص فبتلاقي كل الناس بص على الانفوجرافيك وده اتعمل يعني في انفوجرافيك بعض الناس بدات تعمل انفوجرافيك ازاي تصرف الراتبين خلاص ونجح الانفوجرافيك ده ليه خلاص هو اختار كلمه هتلاقي حتى ايه حط كلمه الراتبين اكبر من كيف تصرف عشان خلاص كل الناس موجهه فيها دراهم فالناس هتكسب منها فبدا يعمل وبدا يحط لك تخطيط ازاي صرف الراتبين في الانفوجرافيك فده عنوان ملفت ليه لعب على الفئه المستهدفه اللي كل الناس منتظره ده وانا نفس الفكره الفئه المستهدفه بتاعتي الطلبه بتوعي الدرس ده عايز احببه ليهم فبلعب بالعنوان بتاعي تمام لازم ابحث عن مصادر معلومات مصدقه وصادقه واضيف المصادر دي تحت العمل دي نقطه مهمه جدا جدا علشان الناس ما تقولش المعلومات فاتيه من دماغك ودي نقطه مهمه جدا جدا وتبقى موثقه لو انا باحث او لو انا طالب عايز معلومات اكتر مجتهد بخش على المصادر اللي انت حاططها وعرفت ان المعلومات دي انت جايبها اكيد من كتاب الوزاره من كتاب كذا ودي حتى احنا اتعلمناها في الحديث الشريف يسند لمين عشان ترجع للمسند يقول لك ده ضعيف وده مش ضعيف وده قوي بسبب المسند والناس اللي سندت ليه فهي دي نفس الفكره في الانفوجرافيك نفس الفكره في الانفوجرافيك المعلومات والمصادر لما بتضيفها تحت بتبقى قويه جدا جدا تمام من ضمن الحاجات النصائح المهمه بساطه التصميم كل ما التصميم بقى بسيط كل ما وصلت الفكرة احنا مشكلتنا زي ست البيت تقعد تعمل الاكلة وتحط كل حاجة فيها وتيجي تبوظها بشوية ملح عايزة تجود اكتر في التصميم نفس المشكلة بيبقى الانسان مننا عايز يعمل تجويد للتصميم تجويد اكتر فتلاقي استخدم كل الادوات بوظت التصميم وعشان كده انا بقول لكم في الفوتوشوب هتلاقيني بديك خمس ست ادوات في الفوتوشوب مش اكتر بس بيطلع لك نتيجة رائعة بس فدي نقطة مهمة جدا جدا خلي تصميمك بيتسلسل في المعلومات وده اللي هنشتغل برضو عليه دلوقتي اللي التصميم زي ما قلت لكم بيتقري بصريا نظرا فلما بيتقري بصريا بيحصل انت بتسلسل المعلومة بتاعتك علشان كده لازم الحاجات فيها تسلسل وعلشان كده الخمس مهارات بتوع التفكير اللي حصل فيهم انت بتنجح فيهم في النقطة دي لما بتعمل تسلسل للمعلومات بيحصل ايه بتلاقي الانسان بيقرا بعينه في تسلسل. عشان كده لما اجي مثلا دخلت مول او دخلت اي مكان حاطين الاسهم والشراط اللي محطوطه. يقول عايز توصل للحته الفلانيه روح كده. فلو تتابعت مشيت مع الاسهم دي هتحصل ايه؟ هتوصل للي انت عايزه. نفس الفكره. المعلومات لما بتبقى متسلسله في الانفوجرافيك بتوصل لاستخلاص المعاني في الاخر. فدي نقطه مهمه جدا جدا. لتسلسل اختيار الالوان المناسبه ودي هنشتغل عليها دلوقتي عشان دي مشكلتنا حتى المصممين المحترفين عنده مشكله في اختيار الالوان المناسبه عندنا مشكله في اختيار الالوان المناسبه في في اللبس ده ماشي مع ده ولا ده ماشي مع ده هناخد محاضره دلوقتي او جزء عن اختيار الالوان ودلالات الالوان علشان الانفوجرافيك الالوان اللي فيه نجاحها هي اللي بتنجح الانفوجرافيك عشان كده تلاقيك وانت بتبص على انفوجرافيك على الانترنت في الوان غير محببه ليك او في الوان صارخه وبالتالي تلاقيك انت ايه عندك كده تقزز منها او انت مخنوق من الانفوجرافيك ده بسبب اختيار الالوان. طبعا اخر خطوتين مراجعه الاخطاء الاملائيه والنحويه علشان الانسان مننا وبالذات الانسان العربي اول حاجه عينه يعني بتدور بتدور على الخطا وبالذات اللغوي يقول لك ده ناس الهمزه ساب الانفوجرافيك كله وفكر في الهمزه طبعا الهمزه انا معاكو الاخطاء عشان كده بقول لازم مراجعه فدي نقطه مهمه جدا جدا الحروف ساعات بتركب على بعضيها لما بتكتبها، بتتنقل من جهاز لجهاز. لازم كل ده نراجعه. واحنا مهمة جدا جدا تعليمي، فالتعليمي أي غلط يعكس المعنى. خلاص؟ ودي بسبب حتى ممكن تلاقي حرف اتحط غلط فغير في المعنى. حصلت في إعلانات كتير معانا وإحنا بنشتغل اه اتقلبت لشتيمة. بتقول مثلا الأستاذ الفلاني أو معالي مش عارف مين اتحط كلمه غلط في اسمه او حرف نزل غلط او نقطه ساعات في نقطه بتنزل في الطباعه نقطه بتنزل غلط نزلت غلط بسبب الطباعه والحبر غيرت المعنى وبالتالي اثرت فدي بتبقي ايه مشكله مهمه جدا جدا في المراجعه الاخطاء الاملائيه والنحويه دي مهمه جدا جدا واخر حاجه اضف بياناتك حتى يتواصل معاك الناس ودي فيها فكره تسويقيه اللي الناس تعرفك وتبقى من رواد المجال في الانفوجرافيك الناس تتواصل معاك عشان بيزنس ممكن تفتح لك رزق وبيزنس تاني حاجة الناس تتواصل معاك لتطوير الانفوجرافيك ده عشان انت ممكن تبقى حاطط معلومات قديمة فالناس لما تتواصل معاك تقول لك لا المعلومات دي فيها ابديت ممكن تعيد فيها كذا كذا خلاص وهكذا فدي نقطة مهمة جدا جدا فيها نصائح هامة دي خلصناها هنخش على وظائف الانفوجرافيك لحد دلوقتي معظم الناس فاكره ان الانفوجرافيك معتمد على المصمم بس. ولازم انا ابقى راجل مصمم عشان اقدر اعمل انفوجرافيك. انا ممكن ابقى راجل في المدرسه مدير او مسؤول مراكز مصادر تعلم او سي الوظيفه بتاعتي وما اشتغلش بايدي تصميم بس يبقى عندي وظيفه مهمه جدا جدا من الوظائف الاخرى. كمحرر او كمحلل بيانات. محرر ومحلل البيانات دي مهمة جدا جدا علشان توصل للتصميم. احنا هناخد التلاتة. ازاي تشتغل محرر بيانات، ازاي تشتغل محلل بيانات، وازاي تصمم. يعني تقدر تقوم بالتلاتة إن شاء الله بإذن الله من خلال هذه الورشة. تمام؟ المحرر؟ المحرر ده احنا بنسمعه كتير، وده هتلاقيه موجود في كل مكان. عندك المحرر ده اللي هو بيسقل وينقح. ده بيشتغل ممكن تلاقيه في القصة، المقالة، الفيلم. بيشتغل في الثلاث حاجات دول، في الصحافه تلاقيه، وأفلام الأفلام اللي متصوره موجود، في محرر. وده بيعمل إيه؟ بمعنى ده بيخلي لك المعلومه أو الفكره بتاعتك في إتجاه أو مسار معين. بيوجهك، وعشان كده إيه؟ أنا بتكلم على الخليه النباتيه. ما ينفعش وأنا بتكلم على الخليه النباتيه أطلع للخليه الحيوانيه. فالمحرر ده اللي بيخلي لك الماده خلاص، دي الماده العلميه اللي إحنا هنشتغل عليها. دي الماده العلميه وده اللي احنا بنقول عليه بقى الناس بتوع التعليم اللي هو المصمم التعليم تصميم التعليم خلاص المحرر نفسه نفس فكره المصمم التعليم بياخد المعلومات ويبدا يحجمها يبدا يعمل لك الشغل بتاعك ايه الجوهر بتاع الفكره ايه جوهر القصه والغرض منها ايه الهدف خلاص ايه اللي انت عايزه ينصب عليه اهتمام الطالب او الجمهور بتاعك اللي هيشاهدوا الانفوجرافيك وعشان كده لو رجعنا للنصايح الهامه من النصائح الهامه قلت لكم ركزوا على موضوع ايه؟ واحد، والموضوع الواحد ده المعلومات لازم تخدم هذا الموضوع، فالمحرر بيبقى دوره كده. بيبقى دوره اللي هو بدايه اختيار الفكره بينه وبين المحرر ومعاهم محلل البيانات، بس محلل البيانات بيجي دوره بعدهم. بيبقى المحرر والمصمم، وهما بيختاروا الفكره مع بعض خطوه بخطوه. عشان يقول له البتاع، ودي اللي احنا الجزء اللي احنا هنتكلم عليه في ايه؟ اللي ازاي المعلومات اللي هي غير قابله لتحليل بصريا ازاي نخليها قابله للتحليل بصري فدي النقطه المهمه في المحرر فالمحرر ده دوره قوي جدا جدا وعشان كده بقول لك انا ما عنديش قابليه للتصميم بس عايز ابقى شغال في الانفوجرافيك فببقى في التخطيط اللي هو كمحرر ودي للراجل المصمم او الرجل اللي هو حابب التصميم كمدرس معايا او كعضو معايا في الفريق يبدا هو يصمم الجزئيه دي تمام تاني عندي حاجه محلل البيانات حل البيانات ده برضه هو هو نفس دور المصمم التعليمي بيجيله البيانات والمعلومات والموضوع اللي بيشتغل عليه ويبدا يعمل تلخيص ليه يبدا يعمل ت... بلوكات بقى التسلسل يعني يبدا يقول لك ايه انا عندي اول معلومه هتتكلم عن كذا واحد اثنين ثلاثه ثاني معلومه هتتكلم عن كذا عشان المصمم ياخدها منه ويبدا الباراجرافات او التقسيمات دي اللي هو عمل لها تحليل يبدا يمثلها ايه بصريا فبدانا نشتغل بدأ المادة تتفصل وهو ده الدور بتاعي أنا ممكن أبقى مشتغل محلل بيانات وما بشتغلش بإيدي باخد من المحرر الموضوع والمحرر بحث لي على الموضوع وكل حاجة ودوني وأنا ببدأ أعمل له تحليل ببدأ أعمل له تقسيم هينزل في حلقة واحدة أو في تصميم واحد ولا في عدة تصميمات محلل البيانات بيبين لك كده ومحلل البيانات بيساعدك برضه على تسلسل المعلومة بيديك المعلومة متسلسله عشان وانت بتصمم تصممها متسلسل مصمم الانفوجرافيك مش شرط يبقى متخصص في الماده يعني ممكن ما يبقاش عارف في اللغه العربيه ولا يبقى عارف في العلوم بيخرج التصميم بس مين اللي بيعرفه المحرر والمحلل المحرر بيقول له لا انت الايقونات اللي استعملتها بالشكل ده الموضوع بدا يخرج المحلل البيانات بيديله البيانات اللي هيبدا يمثلها بصريا فسهل عليه علشان كده زي ما بقول لكم تاني مصمم الانفوجرافيك حاليا هو بيشتغل كل حاجه فبتقع منه الحاجات المهمه اللي هي البيانات هو بيشتغل على التصميم فالبيانات بتبقى واقعه معاه فعشان كده دي الوظائف وعشان كده الغرض من الهدف من الورشه اللي انا ممكن اشتغل الثلاثه واخرج الانفوجرافيك وممكن اشتغل وظيفه انا بحب التحرير او بحب تحليل البيانات انا راجل بحب التصميم انا راجل بحب الثلاثه وهشتغل في الثلاثه كويس فببدا اشتغل الثلاثه تمام فدي نقطه مهمه جدا جدا في الوظائف الخاصه بالانفوغرافيك